أنا بأطباري أستاذ هارون قاضي دولي سابق، أحب أن أؤكد على مقترحة جدا وهي نقطة ضرورة وضع كوتا للمرأة في جميع المناصب. كل ثلاثة دول العالم بتعمل كده، مش بس في الحقوق السياسية في الانتخابات أو في البرلمان، يعني فرنسا دولة الحريات وأعطيها المرأة نسبة في جميع المناصب السياسية، ودول أخرى بتعطيها، ومصر يجب أن تحذو هذا، في جميع المؤسسات. يعني يجب أن في كل مؤسسة، سواء الإعلام، التعليم، والوظائف السياسية، وظائف الدولة، يكون للمرأة نسبة تتناسب مع عددها في المجتمع، بحيث أن ما يكونش في أي مكان فقط مخصص للرجال. هذا فعلا معنى ان نصف المجتمع يساهم في تطوير هذا المجتمع. من ناحيه القوميه البحته الكلام ده سليم 100%، لان الكوتا مش بتعطى لتمييز المراه، بتعطى للتغلب على عدم التمييز. مجتمعنا ثقافته وضعت المراه في مرتبه ادنى من الرجل، ودي خطوره للتعليم. فيجب احنا ما فيش حاجه نعوضها الا بالكوتا، لان اي شيء النهارده التجربه في الانتخابات اللي ما كانش فيها نسبه للمراه، المراه طلعت 1% او 2%، هي كذلك والاقليات الاخرى. فالمجتمع غير معد الان لغايه النهارده لانه يفهم ان المراه مساويه للرجل، ودي ثقافه المجتمع يجب ان احنا نتعلمها. اشكركم.